من مستشفى شهداء الأقصى ينضم إلينا مراسل العربي باسل خلف. باسل، أهلا بك. إذا قصف إسرائيلي راح على أثره 6 شهداء قرب مستشفى حمد، ماذا في التفاصيل باسل؟ أهلا بكم محمد. استهداف غارة إسرائيلية على أحد المنازل في منطقة أبراج حمد السكنية إلى الشمال الغربي من مدينة خان يونس، وهناك عدد من الشهداء 6 على الأقل وفق بعض المواطنين الموجودين هناك. لم تستطع سيارة الإسعاف الوصول إلى تلك المنطقة بسبب استمرار القصف المدفعي، وتبدو مدينة خان يونس فعلا أكثر اشتعالا على مستوى مناطق قطاع غزة من جهة القصف المدفعي المستمر. الغارات الليلة الماضية حدث حريق أو نشب حريق في أحد المنازل المجاورة لمستشفى ناصر الطبي، ولم تستطع سيارات الإطفاء والدفاع المدني الوصول إلى ذلك المكان من أجل إخماد الحريق الذي نشب في هذا المنزل واستمر لساعات. الاحتلال الإسرائيلي يدمر عدد من المنازل في مناطق مختلفة من خان يونس، ينسف مربعات سكنية سواء في منطقة خلف عمارة جاسر دمر عدد من المنازل، أو في منطقة حي الأمل، جرة العقاد، بطن السمين شهدت اشتباكات الليلة الماضية جنوب شرق مدينة خان يونس، وأيضا في المناطق الشرقية للمدينة كان هناك أصوات انفجارات سمعت في ساعات الليلة الماضية. هنا في وسط قطاع غزة لم نسجل منذ الليلة الماضية أي غارات إسرائيلية، لكن استمرار لتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل ملحوظ مع ساعات الفجر، وسمعت أصوات إطلاق نار لكن لم يتبين لنا إلى أي جهة أو في أي اتجاه كان هذا الرصاص الإسرائيلي من المناطق الشرقية الحدودية. على مستوى مدينة غزة أيضا كان هناك غارات قصف مدفعي أيضا ساعات مساء الأمس والليلة الماضية، لكن حتى اللحظة لا يوجد تأكيد بشأن أماكن القصف والغارات. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد الوصول إلى هذه المنطقة، حتى أن كثير من المصابين أو الشهداء لم يستطع أحد انتشالهم أو إجلاءهم من تلك المناطق الجنوبية الغربية، منطقة ساحة الكتيبة، منطقة مفترق الجامعات، منطقة مقر الأنروا الإقليمي الصناعة، والقصف طاول حتى بعض الأبراج السكنية من بينها برج الطباع الذي يوجد بداخله مكاتب صحفية من بينه مكتب التلفزيون العربي. وأيضا نتحدث عن شمالي القطاع، كان هناك خلال الساعة الماضية قصف مدفعي، وفي ساعات نهار يوم الأمس كان هناك شهيدان وعدد من الإصابات من جراء الاستهدافات الإسرائيلية في منطقة تل الزعتر. رفح لم تكن بعيدة أيضا عن الغارات، 4 شهداء وعدد من الإصابات، والعنوان العريض بالنسبة لرفح هو التهديدات الإسرائيلية على المستويين السياسي والأمني، والتي قوبلت بتحذيرات من منظمات حقوقية فلسطينية وفصائل فلسطينية من أن الضغط باتجاه رفح أكثر، يعني خطة التهجير الإسرائيلية، خاصة أن هناك الآلاف من النازحين موجودين الآن، ونحن نتحدث محمد على الجدار أو بالقرب ملاصقين للجدار بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.